بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في المؤتمر الصحفي للفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا COVID-19، ونرحب بالمتحدثين الدكتور مناف القحطاني، عضو الفريق الوطني، رئيس الفريق الطبي استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، والدكتورة جميلة السلمان، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، استشاري مكافحة الأمراض المعدية بمستشفى السلمانية الطبي. وننوه بأن هذا المؤتمر منقول بأربع لغات مختلفة على موقع وزارة الصحة الإلكتروني. نبدأ مع سعادة الدكتور مناف القحطاني. شكرا مطلال. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مساكم الله بالخير، وشكرا على حضوركم وتعبكم معانا. بإذنه تعالى إن شاء الله اليوم راح نتكلم على أشياء اللي صارت تطورات، وبخص بالذكر يعني بشرح بعض الأرقام اللي شوية الناس كان عندها شوي يعني ما فهموا الأرقام إيش معناتها. بس قبل ما أبدأ بالأرقام، أول شيء بفضل الله سبحانه وتعالى أتوقع إحنا بدأنا نحصد ثمرات الجهد خلال الفترة اللي طافت الثلاث أسابيع الماضية، وأتوقع بفضل من الله سبحانه وتعالى أثبتنا بأن مملكة البحرين بتكاتف الجميع، سواء كان جهات حكومية رسمية أو شعبية، أن احنا تعاملنا مع هذا التحدي، وأنا أحب أسميه تحدي وليس أزمة، وفق المعايير الدولية، وهذا كان بخطط مدروسة أثنت عليها. وأنا أهم شيء عندي أثنوا عليها أول شيء شعب البحرين، وثانياً أثنوا عليها الدول الصديقة ودول الشقيقة، وثالثاً أثنوا عليها اللي هي منظمة الصحة العالمية اللي أثنت على الجهود مملكة البحرين، وهذه شهادة نعتز فيها إحنا في مملكة البحرين. وهذا طبعاً لم يأتي صراحة من فراغ، هذا طبعاً كانت خلال خطة مدروسة وفعالة ومدركة لمتطلبات هذا التحدي اللي إحنا نواجهه. وربي لك الحمد، لدينا رؤية مستنيرة ومتمثلة في سيدي سمو ولي العهد الله يحفظه. أتوقع الكل شاف خلال الأسابيع الماضية بأن الفيروس ما يخص دولة معينة، ولا يخص شعب معين، ولا يخص مثل ما تكلمنا عرق أو طائفة معينة. شفنا الفيروس بدأ ينتشر في جميع البلدان، فأنا أفضل أن ما أسمي دولة بأنها صارت موبوءة بفيروس، لأن صار الفيروس منتشر. فالفيروس أثبت لنا أنه لا يخص لا شعب معين ولا دولة معينة، وهذا دائما أحب أنا أكد عليها. وشفنا طبعا الفيروس اللي بدأ من الصين بدأ ينتشر في معظم دول العالم حاليا. السؤال دائما الناس تقول له يعني شنو هي الأسباب اللي خلت هذا الشيء ينتشر؟ أنا أقول صراحة هي عادات الإنسان الخاطئة اللي هي كانت أحد أسباب انتشار هذا الفيروس. إذا واحد بيقول لي شنو هي عادات الإنسان الخاطئة، أنا بلخصها في نقاط وأتوقع معظمها يعرفها. أهم شيء بتكون الإشاعات والأقاويل اللي تطلع ما بين الناس، هي أحد أسباب اللي تخلي يكون في هناك عدم ثقة بمقدار الجهود. لو قلنا نشتغل 24 ساعة، لو قلنا هذه الحقائق هي صحيحة، ما دام هناك مجال لأشخاص يروجون إشاعات، فهذا صراحة يتعبنا إحنا كجهة نعمل فيها. وإن شاء الله بتشوفون كل الأرقام اللي بنعرضها لا يعني أرقام حقيقية، ولم نختلق أرقام ولا غيرنا في أرقام. الأشياء الثانية اللي أنا أتوقع هي من أهم الأسباب اللي خلت الفيروس ينتشر صراحة هي يعني محافظتنا على النظافة الشخصية. هذا شيء لازم يعمم في البيوت قبل ما تكون حتى في المدارس. هذا لازم يعمم مو بس على أهل البيت، حتى على العاملين اللي عندكم في البيت. يعني يا ريت نبدأ من اليوم إن الأشخاص من أهل البيت يدرسون عيالهم شنو يعني غسل اليدين، يعلمونهم نظافة اليدين، وحتى العاملين اللي في البيت أتوقع من المهم. هذه أحد الأنظمة الأساسية لمنع انتشار أي فيروس وبائي، سواء كان كورونا أو غير كورونا. فثقافة غسل اليدين يعني لو تسألوني أنا عنها شخصيا يعني يجب أن تدرس في المدارس. فعلا يجب أن تدرس كيفية أهمية غسل اليدين. الطالب لازم يعني يسمح الكلمة بالتمرار. أنا كولي أمر لازم أبدأ من الآن كيفية أهمية غسل اليدين قبل الخروج من المنزل وأثناء الدخول إلى المنزل.
العادات الثانية اللي دائما نحرص عليها، إذا إحنا كنا أشخاص مصابين بأي أمراض تنفسية، زكام، يجب علينا عدم الاختلاط. فمو بعيب نقول عدم التقبيل، عدم مصافحة، هذه أشياء أساسية، لا تعني إني أنا قاعد أغير من عاداتي. فإذا أنا كنت شخص مصاب يلزم علي إني أنا ما أنقل العدوى، والدين أحرص على هالشيء. الأشياء الثانية اللي أحسها بعد مهمة، وهي ثقافة غسل اليدين صراحة، غير المدارس وغير في البيت، في المساجد وحتى في المآتم يجب أن تعمم. وأتوقع إحنا كمجتمع علينا صراحة نهتم بالعمالة الوافدة، وإحنا شفنا هذا الشيء، جزاهم الله خير وزارة العمل أتوقع في تاريخ فبراير 29 بدأت تصدر بيانات وتواصلت مع السفارات الدول الأجنبية اللي مختصة بالعمالة الوافدة بأهمية الخطط اللي إحنا وضعنا لها. فالعمالة الوافدة جزء من المجتمع البحريني، إحنا بعد لازم نركز عليه. لو عملنا هذه كل الأشياء صدقوني لا بيكون فيه هناك هلع ولا خوف. فإذا واحد سألني أسباب انتشار الفيروس فهي لها علاقة بعادات الإنسان نفسه. لو غيرنا إحنا كمجتمع هذه العادات ما بنحتاج إن نخاف من الأرقام تكون موجودة بيننا. إذا سمحتوا تحط خلي السلايد وراي. طيب اللي بتشوفون هذه هي أرقام حقيقية جديدة إلى هذه الساعة، بس سمحوا لي نأخذكم فيها رقم رقم وأشرح لكم إيش معناتها. من يوم بدينا نفحص عدد الفحوصات اللي صارت في مملكة البحرين، وهذا اللي أنا الرقم اللي أعتز فيه شخصيا، يفوق 7131 فحص. ترى يا جماعة هذه الكمية لو نقارنها على مستوى العالم إحنا نكون أول دولة قمنا بهذه الفحوصات على حسب حجم البحرين، معناته عندنا قدرة وطنية تستطيع أن تكشف على هذا الفيروس. هذا الرقم أنا اللي يهمني صراحة، هذا الرقم هذا اللي هو لازم ينشر على وسائل الإعلام. كمية مهولة من التحليلات قام بها فريق وطني بحريني في البحرين لعمل هذه الفحوصات على مدار الساعة. من هذا 7131 عندي منها 85 حالة مؤكدة. حالة مؤكدة معناتها أنها حالة إيجابية، الفحص هالفحص الكلي للإيجابي. هذا حتى يدل على قدرة المختبر على التعريف على الحالات المؤكدة. من الحالات الموجودة هذه اللي هي 85، من الحالات اللي موجودة حاليا في البحرين هي فقط 79 حالة قائمة. طبعا شفتوا الحالات الستة اللي طلعوا، وفي إن شاء الله حالات ثانية بتطلع إن شاء الله عقب هذا المؤتمر الصحفي. شوفوا الجراف اللي قدامكم، لو اخذكم اياه ركزوا على اللونين، اللون الفاتح واللون الغامج، ورجعوا خلينا نرجع ورا الى فبراير 24. بتشوفون اللون الفاتح بدا يزيد، هذه الحالات الجديده. هذه معناته يوم طبقنا النظم وطبقنا اداه الفرز وحصر الاشخاص القادمين شفنا الاعداد قاعد تزيد. طبعا الرقم اللون اللي يكون القامق معناته الاشخاص اللي نومناهم، ترى نومناهم مو لانهم هم فيهم امراض تحتاج تنويم، احنا عزلناهم عن المجتمع علشان نطمن على حالتهم، لان قلنا لكم الفيروس هو عباره عن فيروس جديد، ما نعرف حاله المرض شنو بتكون خلال اول اسبوع. فاحنا تعلمنا حتى من مرضانا ان المريض تقريبا، والدكتوره جميله بتشرح لكم هذه، ان المريض اول ايام يكون سليم، والمرضى الكبار السن او اللي عندهم امراض مزمنه من اليوم السابع والثامن هني يحتاج ان في تدخل علاجي. ترى حتى البروتوكول اللي وضعناه في مملكه البحرين باشاده عندنا خبير جاي من بريطانيا اشاد بالبروتوكول، ترى احنا خلينا نظام علاجي في البحرين احنا نسميه يونيك، مو متوفر في باقي البلدان. ليش مو متوفر؟ لان المرض جديد والادويه هذه لم تطبق او لم تمارس في على مرضى كثيرين. فاحنا بحكم هذا العدد اللي عندنا حتى عرفنا متى الوقت المناسب او الاشخاص المناسبين اللي نبدا العلاج فيهم. وبعدين شفتوا هذا الرقم، شفتوا اللون الرمادي بدا ينحصر صح؟ انحصر معناته ليش؟ لان هني صار قرار منع دخول الاجانب، هني صار التجديد على اجراء المطار، هني صار التجديد على الاجراءات في جميع المنافذ، فالرقم انحصر. والرقم تشوفونه العود، هذه رقم المرضى الموجودين عندنا اساسا. وبعدين شو اللي صار في مارس 7؟ شفنا مرة ثانية اللون الرمادي، لأن هني بدأ ينتشر في دولة أخرى. هاي معناته نظام الفرز والحصر اللي عندنا في المنافذ جدا قوي، هذا حصرناهم إحنا قبل دخولهم إلى مملكة البحرين.
فالأرقام هذه غير مخيفة، هذه الأرقام تدل على شيئين، تدل على عندنا قدرة استيعابية لمعرفة الأشخاص المصابين بهذا الفيروس، وفي نفس الوقت عزلهم عن المجتمع. فإذا واحد بيسألني هل أنا عندي حالة إصابة داخل مجتمع البحرين، أقول له والمسؤولية تقع علي، عندنا حالة صفر، ما توجد حالة داخل المجتمع البحريني. يعني بالإنجليزي يسمونها الكوميونيتي سبريد، لو أفسرها لكم مش معناته، يعني أنا ما عندي شخص في البحرين مصاب بفيروس الكورونا من مصدر غير معلوم، جميعهم هذين من مصدر معلوم، من أيضا يا ما هو من مسافر إلى بلد كان فيها الفيروس، أو مخالط لشخص قادم من هذه البلد. وبتكلم على نسبة المخالطين وكيف تفسيرها، بس النقطة اللي أحب أوجهها وأقولها، لا توجد حالة بين أبناء مملكة البحرين في المجتمع، وهذه نقطة جداً مهمة، جداً مهمة. طيب، كم عدد المخالطين الموجودين عندنا؟ عندنا 4 مخالطين، هذين المخالطين اللي خالطوا أحد أقربائهم من العائدين من الدولة الفلانية، 4 فقط منهم ذلين، وهذلين مو يعني أشخاص جايين من أماكن مختلفة، هذلين أشخاص موجودين في البيت نفسه، فهذه حتى يعطيكم يعني تأكيدية أن ما عندنا انتشار خارج نطاق المنزل، ما عندنا حالات في المدارس، ما عندنا حالات من المآتم، ما عندنا حالات من المساجد. فالكمية اللي فحصناها 6-7 آلاف أكدت أن لا يوجد حدوث حالات في داخل المجتمع البحريني، وأتمنى أن الله وفقني وقدرت أشرح هذه المعلومة. طيب نتي حق الحالات المتنقلة، فالناس دائما يقولون طيب أنتوا فحصوا اليوم المطار، طيب الأشخاص اللي قبل ما يدخلون قبل ما يعني نحصرهم تاريخ قبل تاريخ 21، يعني لو أقول لكم العدد هو 2295 حفظت أنا عن ظهر قلب، حصرناهم جميعهم وفحصناهم جميعهم، لا وفحصنا زيادة عليهم بعد خلال 6 أيام، من هذا العدد كله اللي هو 2295 9 حالات إيجابية فقط لهذا اليوم يا جماعة، 9 حالات من هذه 9 حالات، فقط 4 فقط كانوا المخالطين، يعني 5 اللي كانوا مسافرين من بلد وصدناهم، من هالخمسة ذلين فقط لتعادوا منهم كم؟ 4، من عدد كم؟ من 2292. هل هذا معناته احنا عندنا حالات داخل المجتمع؟ لا. هل معناته الاحتياطات اللي اخذناها كانت فعلا كانت احتياطات احترازية واللي اثنت عليها جميع المنظمات كانت ذو قيمة؟ اتوقع الارقام والجراف اللي وراي يشرح بالضبط معنى الثلاث اسابيع اللي احنا قمنا بهذا الفرز. الشيء الثاني حبيت اتكلم عنه اللي هي اللي سمعنا خلال اليومين القادمين من مصر ولبنان وايطاليا وكوريا. احنا فعلا قلنا ان الاشخاص اللي جاوا خلال 14 يوم اللي فاتت طلبنا منهم ان ينعزلون في المنزل، واذا طلعت عليهم عوارض يتصلون في رقم 444. هذا من ضمن الاحترازات اللي اخذناها، وشفنا دول بتنزل من ضمن الدول اللي تكون فيها فيروس، وفي دول ثانيه بدها تطلع، وهذا شيء متعارف عليه، دوله بتطيح ودوله بتروح. علشان كذا احنا لازم ما نحفظ الدول بتتغير، وانا دائما اقول حق الجماعه اللي معي الدول بتتغير في ايام على حسب المعلومات اللي توصل لنا من 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 هذه الدول. اتوقع هذه كل اللي انا حبيت اللي اشرحه من جهتي كارقام وكشرح لمعنى الارقام هذه، بس حبيت اني اؤكد ان يا جماعه لا توجد حالات داخل المجتمع البحريني، وانا على ثقه اذا حيسالني انا فعلا على ثقه ان شاء الله بنخلي هذا الرقم على قدر الاستطاعه يكون صفر، واذا صارت عندنا حاله وحالتين عندنا بنشتغل عليه كيف نخليه على اقل من 1 او اقل من 2. فعندنا فعلا خطط كثيره لهذا الشيء، واحنا نشكر مساندتكم معنا، ونشكر المجتمع البحريني، ونشكر حتى الاخوان اللي في الفرجان وفي القرى اللي فعلا ابدوا مساعدتهم ان في كيفيه منع انتشار هذا الفيروس، واقول الله يسلم البحرين واهلها. دكتوره جميله تفضلي.
شكرا جزيلا. بتكلم عن نقطتين مهمين، وهذا طبعا يصب في النتائج والأرقام اللي تفضل بها دكتور مناف. أول شيء نتكلم عن الحالات، الكل يسأل عن الحالات شلون وضعهم الصحي. احنا نتكلم عن 79 حالة حين موجودة، معظم هذه الحالات مستقرة أصلا، معظمها ما عندها أعراض، ومثل ما تفضل دكتور مناف هم موجودين داخل المستشفيات عشان نتأكد أن هذا الفيروس ما يطلع للمجتمع وما يصيب أشخاص ثانيين. عندنا بس حالة واحدة اللي هي تحت العناية، وإن شاء الله تكون الأمور طيبة. مجموعة إن شاء الله راح تسمعون بعد المؤتمر وعلى بكرة، في مجموعة إن شاء الله أعدادها متزايدة وراح تشفى إن شاء الله وتروح على منازلهم ولأهاليهم. أحب بس اللي أركز على النقطة اللي تفضل بها دكتور مناف بالنسبة للبروتوكول العلاجي. طبعا الكل يعرف على مستوى العالم ما في دواء واحد معين اللي هو اللي يعالج فيروس كوفيد 19 اللي هو المعروف، ولكن هناك مثل ما نقول أدوية مجربة على مستوى العالم. فإحنا هذا البروتوكول العلاجي اللي صار مميز في مملكة البحرين اعتمدنا عليه على خبرة الصين لأنهم عالجوا عدد حالات كبيرة، على زملائنا في دبي وفي عمان لأن عندهم حالات، وبع التجارب العلمية والبحوث العلمية اللي سوت في هذا المجال كلها جمعناها مع بعض وكان في بروتوكول علاجي. بالنسبة للحالات طبعا احنا نتعلم على هالمرض وقاعدين نشوف حالات جديدة، لاحظنا فعلا إذا كان عند المريض أو إن المصاب عنده أي نوع من أنواع المخاطرة أو احنا نسميها العوامل المخاطرة اللي هي الريسك فاكتور، نلاحظ على اليوم السابع أو الثامن تبدي حالاته شوية تسيء، ما تسيء بطريقة يعني كبيرة، يظل حالته مستقرة بس تبدي عليه علامات التهاب الرئوي. بس الحمد لله كلهم على العلاج والحمد لله نتائجهم جدا مطمئنة. بس إذا بنرجع للأرقام اللي تفضل بها دكتور مناف، عشان نحافظ على هالأرقام وعلشان تكون نقلل عدد الإصابات لو لا سمح الله انتقلت للمجتمع، أحب أركز على معلومة التايتل أو الكلمة اللي حنسميه الحجر المنزلي. أعتقد هذا يمكن لأنه موضوع جديد على الناس، يمكن مو متعرفين على كل حيثياته. إحنا نطلب طبعاً بجميع الموجودين، المجتمع البحريني معروف راقي جدا وعلى جي على درجة عالية عالية من الثقافة الاجتماعية، ويعرف احنا شلون نحط هذه الارشادات لمصلحة الجميع. الحجر المنزلي فيه يعني عدة نقاط جدا جدا مهمة. اولا لما نقول لاي شخص سواء مقيم او مواطن انه يكون في حجر منزلي، يكون في غرفة خاصة ويستخدم حمام خاص، ما يختلط باي احد في المنزل الا يكون عليه القناع الوجه، إذا لا يشارك في أدواته الخاصة، وهذا أرجع بعد نفس النقطة اللي أكدها دكتور مناف، النظافة الشخصية، الأغراض الشخصية، حتى أدوات الأكل، هذه لازم تكون للشخص نفسه المصاب، ما تشارك مع أشخاص آخرين. في حالة إحنا نقول السعال أو العطس، مناديل تكون موجودة، في سلة مهملات تكون مغلقة، غسل الأيدي، نظافة الأيدي هذه أهم عامل ممكن أركز عليه. لو بتنسي أي عامل، إحنا كلنا نعرف إلى هذا الوقت إن المرض ينتقل أكثر شيء إحنا نسميه عن طريق الدروبلتس، يعني هو مسك الأيدي لأشياء تكون ملوثة، فهي أهم شيء نظافة الأيدي. لما يكون في حجر منزلي، فأنا رجاء من الأشخاص ما إنه يسافر في فترة الحجر المنزلي لأن عنده إجازة ممكن تكون أسبوعين فيفكر إنه يسافر، أو يستخدم المواصلات العامة، هذا ما المفروض يكون. إحنا كلنا نكون مسؤولين بدرجة عالية لحماية مجتمعنا. الشيء الثاني والأهم وإحنا كررناه يمكن أكثر مرة في السابق، كل واحد يتابع الأعراض. أنت عندك 14 يوم لا سمح الله بدأت أعراض، ارتفاع الحرارة، كحة، ممكن يكون ضيق في التنفس، يمكن الاتصال في نفس الوقت على 444 وراح يعطونا الإرشادات اللازمة اللي ممكن يساعدونها فيه وشلون ممكن يحولونا على أقرب مستشفى أو لجهة للفحص. في نفس الوقت عندنا فريق متخصص من الصحة العامة يتابع جميع هذه الحالات الموجودة في العزل المنزلي. فإحنا كمجتمع سواء مواطنين أو مقيمين، طبعا إحنا نعول بدرجة كبيرة على ثقافة المجتمع البحريني واللي أثبت إلى هذه اللحظة نجاحها بطريقة مبهرة إن نوصل للنتائج اللي تفضل بها دكتور مناف. وإحنا نتمنى طبعا إن نكمل على هذه النتائج وكلنا إن شاء الله نعدي هذه الفترة البسيطة ويرجع الوضع مثل ما كان. نشكر الدكتورة جميلة الدكتور مناف القحطاني، وراح نبتدي بفتح باب الأسئلة. تفضل لو سمحت الميكروفون خلاص سامحنا، بنبتدي بلا الميكروفون هناك بعدين تودون الأخ. تفضلي. أعتقد الصوت مو شغال. إيه ما أسمع.
مرة ثانية. مساء الخير، رشا الإبراهيم مكاتبة البحرين، يعطيكم العافية. عندي سؤال متعلق باللي سمعنا عن الحجر الصحي الجديد اللي بيكون في سترة، شنو تفاصيله؟ الساعة الاستيعابية اللي بتكون، هل بيكون هو مخصص حق استقبال الحالات اللي موجودين في إيران؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة حق العمال الوافدين، كيف يتم توعيتهم وتثقيفهم؟ هم أكثر من لغة، أعدادهم كبيرة، هل بديتوا مثلا في إجراءات توعيتهم؟ والشغلة الثالثة، توقعاتكم إيش كثر بنتم يعني نكون تحت، ما بقول إحنا لا مب في حالة طوارئ، ولكن إيش كثر يبيلنا وقت حتى نقضي على الكورونا ويكون عندنا زيرو حالة؟ شكرا. أوكي، حق سؤالك بالنسبة حق جزيرة سترة، نعم هي خصصنا إحنا هناك يعني وحدات قائمة تشيل 3000 شخص. بالنسبة حق إخواننا إذا بنحطهم في إيران والله لا هناك، العائدين من إيران عندنا صراحة لليوم اتفقنا على عدة خطط، وبكرة إن شاء الله راح يتم عرضها على لجنة على 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 لجنة اللجنة الترئيسية برئاسة سيدي الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله، وإذا أقر على الخطة اللي هو يشوفها مناسبة بنعلن عنها في الصحافة إن شاء الله. هذا بخصوص إخوان العائدين من إيران. وكان سؤالك الوافدين، قلت لك في فبراير 29 قامت وزارة العمل بالتنسيق مع السفارات العاملة الوافدة، فتم نشر جميع الخطط اللي عندنا والتوعية معاهم وتمت تثقيفهم. في عندنا برنامج ثاني قاعد نشغالين عليه حاليا في كيفية إدماج العمال الوافدة في منع انتشار هذا الفيروس بعد. طيب، هذا السؤال جدا مهم وياريت يكون عندنا الإجابة الدقيقة، بس في شيء احنا نسميه الماثماتيكال موديلينج حق أو الإبيديميولوجي حق فيروس الكورونا. أي فيروسات لها ارتباط بعامل الجو. الفيروس احنا نعرف هي ما تعيش في فترة الصيف، فاحنا نتوقع في بتزيد الحالات إلى الآن شهر 4 بيصير فيها بلاتو اللي هو الانحصار من شهر 5، فاحنا نتوقع من شهر 5. ولكن لا تنسين ان احنا قاعد نتعامل مع فيروس متجدد. هل هذا الفيروس بيفاجئنا مثل ما فاجئنا في أشياء ثانية؟ فإن شاء الله لا، بس هذا متوقع إن من شهر 5 إن شاء الله ينحصر. نعم. تمام. أبو صافي من صحيفة الأيام، يعطيكم العافية. بدي أرجع بس على نقطة، كنا في ثاني مؤتمر صحفي أعلنتم إنهم 2292 شخص عاد من إيران قبل إعلان إيران المرض. هذا رقم جدا مهم بالنسبة لنا. تحبين أنت هذا الرقم؟ هاي رقم معجبة فيه أنا. سؤالي، هدول كلهم جميعا خضعوا للفحص الطبي الآن، وكم كانت الإصابات بينهم؟ سؤالي الآخر، الآن إحنا ما ودنا نتكلم فقط في إيران، المرض قاعد ينتشر في كل دول كثيرة بدأ فيها الاكتشاف وكذا، ألا يوجد تطلع الآن لبعض التحذيرات على السفر بشكل عام؟ إذا لا نقول هذه الدولة وتلك الدولة، إنما السفر بشكل عام. ويمكن دائما السؤال المطروح الآن لدينا إحنا في المجتمع البحري، لدينا عطلة مدرسية لغاية نهاية مارس. هل راح يتم تمديد هذه العطلة فيما لو شعرنا أن هذا الفيروس الذي لا نعرف عنه الكثير لا زال يعني ينتشر؟ شكرا. أنا بجاوبك إن شاء الله، وإذا نسيت إذا نسيت أجاوب على أحد الأسئلة ذكريني. طيب، الرقم المفضل لك اللي هو 2292. إذا سمعتني أنا قلت إحنا فحصنا زيادة عنهم بعد. نعم، خلصنا جميع الفحوصات وفحصنا زيادة عنهم، يعني 110 أو 120 زيادة عليهم. اللي طلعوا موجبين 9 حالات فقط من 2000، 9 حالات. وأنا قسمت لك 9 حالات انقسموا إلى قسمين، قسم 5 هذين اللي كانوا عائدين من إيران أو البلد اللي فيها الفيروس، والأربع اللي كانوا مخالطين لأشخاص عائدين من إيران. ما عندنا حالات أخرى من المجتمع انتشر فيها. فالألفين ومئتين خلصناهم وفحصنا المخالطين بعد لهم بزيادة خلال 6 أيام فقط، خلال 6 أيام فقط، وطلع منها فقط 9 حالات إيجابية. هاي أول إجابة على سؤالك. بالنسبة حق المدارس، تدرون ليش إحنا سكرنا المدارس أسبوعين؟ إحنا ما سكرنا لأن هناك في خوف منهم أو في خوف إنه في انتشار في المدارس. في سبب علمي، الأطفال هم أحد الأسباب لنقل الفيروس للكبار. فإحنا قلنا علشان كخطة احترازية
زين أقفلنا أسبوعين زيادة لأن في خلال هذا الأسبوعين بنجيب أخواننا العايدين من إيران، فنبي نطمن إن الأطفال سواء كانوا حق الأهل العايدين ما يروحون للمدارس ولو قدر الله يكون عندهم فيروس وينشرونه. فهذا هو كان السبب، لم يكن السبب بسبب أن وجود عندنا حالات أو إحنا خايفين، فقط لأن الأطفال هم مصدر نقل الفيروس للكبار. هاي الإجابة حق السؤال الثاني، السفر. طبعا احنا اخذنا يعني احترازاتنا حتى بدون ما نعلن عنها رسميا، واتوقع الارقام اللي رويتش اياها انا في الجراف كدليل. انا مو ملزوم اني اعلن رسميا كدوله، تدري ليش؟ لان انا ما احب اقول دوله موبوءه، يعني اخص دوله معينه. الفيروس بدا ينتشر من دوله، مثل ما قلت لك احتمال احط دوله اليوم بكره اشيلها احط دوله ثانيه. فانا ما ابي اسمي دوله غير انا اقول ان هي دول. اي دوله انا احس بسبب لي مصدر ما عندي اي يعني خوف اني بروح اعمل الفحوصات، لان هدفي او هدف الفريق اللي نعمل ان ما تكون حالات موجوده داخل المجتمع البحريني. خلال 3 أسابيع اتوقع احنا اثبتنا لكم لا توجد حاله اصابه داخل المجتمع لو اقارنها بالدول الثانيه. نعم. سؤال اخر، تفضل. وليد دياب قريت اخبار الخليج. تفضل. يعني بداية بخصوص الانتهاء من فحص جميع الحالات القادمة من إيران واستخدام كل فكرة يعني خارج الصندوق زي ما بيقولوا اللي هي السيارات المتنقلة، ودي فكرة يعني نشكركم عليها. يعني هل ممكن استخدام هذه السيارات المتنقلة في فحص القادمين من الدول 4 اللي تم الإعلان عنهم بالأمس؟ هل هيتم استمرار نفس الأمر ولا هيظل فقط الدعوة للحجر المنزلي زي ما حضراتكم تحدثتم؟ الأمر الثاني، يعني حضرتك بشرتنا بأن مع قدوم الصيف ممكن يتم حصر الفيروس، ولكن في تصريح منسوب لمنظمة الصحة العالمية بأن فصل الصيف مش هيبقى ليه تأثير على انتشار الفيروس، فعايزين نعرف ما مدى دقة الأمر يعني بشكل دقيق. يعني شكرا جزيلا. طيب لموضوع سؤالك حق استخدام الوحدات المتنقلة، احنا كفريق يعني طبي دائما نحب يعني نستخدم طريقة جديدة، فطريقة السيارات المتنقلة موجودة لكن ان شاء الله بنبهركم في طريقة اخرى، فانا ما بعلن عنها في كيفية، فاحنا ما نحب يعني نستخدم نفس الاسلوب. ففعلا الاسلوب استخدام السيارات المتنقله كانت جدا ممتازه، احنا استانسنا عليها، الطاقم الطبي استانس عليها، المواطنين استانسوا عليها، فاذا حسينا هي مناسبه حق فئه معينه بنستخدمها، بس احنا دائما ننظر الى يعني شوي امور احنا نسميها انوفيتر، امور اخرى متطوره، وان شاء الله الايام القادمه يعني بتشوفها بنفسك. موضوع فصول السنة والفيروسات أنا أتفق معك، أنا بالعكس أكد على كلام اللي قلت لك إياه. إحنا شفنا تجربة الميرس كوفي اللي هو أمراض التنفسية الشرق الأوسطية كان على مدار السنة، إنزين. فأنا قلت لك هل هذا الفيروس بيثبت لنا مثل ما صار في الفيروس الشرق الأوسطية؟ والله بيختلف، لكن الحسابات اللي إحنا نعرفها ضوء العلماء هذا متعارف عليه إن الفيروس ما يعيش في فصل الصيف. هل هذا بيفاجئنا؟ انطر كم شهر بتشوف بنفسك انت. دكتوره جميله، حابه تعلقين على شيء؟ لا اتفق مع اللي تفضل بدكتور مناف. بالنسبه لوجود الفيروس او استمراره في فصل الصيف، ما اعتقد ان احد البريدكشن بيزد على احنا شنو اللي نعرف من الفيروسات السابقه المفروض ياخذ مدته، واللي عاده 2-3 شهور، مثل ما يمكن تشوفون الصين استمر 2-3 شهور وبدا شويه عندهم اللي استقر الوضع. هل راح يستمر اكثر مثل ما تفضلت ان منظمه الصحه العالميه؟ هذا احنا نشوفه مع الفيروس، واحنا نحب نكرر يعني نفس اللي قاله الدكتور مناف، الفيروس جديد وفي تغيرات وقاعد يتغير مع الوقت. هل يتغير لمايلدر يعني خفيف فيروس او اكثر؟ ما حد يعرفه، بس ممكن يكون بهذا الوضع يعني يكون ينتهي، وممكن يستمر يانا يعني بطريقه بسيطه ويسبب زكام عادي على طول السنه، فهذا راح نشوفه مع النتائج مع الاشهر القادمه ان شاء الله. نعم. سؤال اخر. زين المايكروفون هنا، بل لم تهيتي لو سمحتي تودوا المايكروفون. تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافية. السلام. معكم موزة من صحيفة الوطن. في خبر تداول اليوم عن في مقهى تم إغلاقه لأن لقوا حالتين كورونا. نعم. وكان في يعني قبل تقريبا بعد يومين مطالبات من قبل بعض الأطباء مع نواب أن يتم إغلاق المقاهي هالفترة كخطة احترازية، يعني بما أن
تعتبر هي أرض خصبة بالنسبة لهم. نعم. لانتقال الفيروس، فمدى صحة موضوع المقهى اللي تم إغلاقه، وهل في خطة احترازية بخصوص المقاهي؟ نعم. سؤال أخير بخصوص الطلبة البحرينيين في الدول الموبوءة. نعم. هل في خطة لإجلاهم من هناك أو في ترتيبات معينة راح تتم؟ شكرا. نعم. يعطيكم العافية. طيب عشان أجاوبك بكل شفافية، أنا أشكر أول شيء الفريق الإعلامي الموجود معنا اللي هو فعلا أول ما وصلت هذه المعلومة خلال ساعات قليلة جدا تم التحري وتم قلق هذه الأماكن وتم التعامل مع الجهات المختصة بجميع اختصاصاتها وأخذنا الإجراءات اللازمة وعملنا الفحوصات اللازمة، وهذا الشيء فعلا صار، وإحنا عشان حرصا على سلامة المواطنين أمرنا بقلق هالأماكن وعمل الفحوصات، فهذا الشيء نعم أكده أنا أكده لك. لا بس الأماكن اللي المكانين اللي ذكرتيهم أنت الله يسلمك اللي طلعت فيها هناك الحالة، فأول خطوة لازم نسويها نفس ما عملنا أثناء السفر نسك الباب فأقلقناهم، وبعدين صار حصر المخالطين، وهذا إن شاء الله خلال الأيام القادمة بنعلن عن نتائجها. بعد السؤال الثاني بخصوص الطلبة، تم التنسيق مع الجهات بعد المختصة بخصوص الطلبة وكيفية يعني حفظ يعني أمنهم أول شيء، وما هي الخطوة الثانية، هل نخليهم أو نيبهم، ما زالت الخطة هاي مدروسة وبنعلن عنها إن شاء الله. بعد دكتورة أعتقد هي بعد سألت عن إذا كان في بناء على مطالبات بعض النواب بغلق كل أماكن الشيشة مثل ما صار مثلا في الكويت. أنا أكد أكثر من مرة لكل دولة خصوصية في كيفية التعامل، يعني مو شرط دولة معينة أخذت إجراء إن أنا لازم أسويها، لكن إحنا درسنا هذا الموضوع حتى من الناحية العلمية وسألنا حتى الخبراء الخبير اللي موجود معانا الآن، إحنا ما زال في طور الدراسة، لكن هل هناك دراسة علمية تثبت إن فعلا هذا الفيروس ينتشر عن طريق مثلا الشيشة ولا لا؟ لحد الآن ما فينا دراسة علمية، فأنا ليش أبني خططي على مجرد أقاويل قد تكون صحيحة أو قد تكون خاطئة، لكن إحنا دارسينها. تأكدي إذا فعلا عندنا 1% شك إنه ممكن ينشر نأخذ الإجراء اللازم. تفضل. يعطيكم العافية وجهودكم مشكورة وربنا يتمم بخير وأمن وأمان يا بحرين. إن شاء الله يا رب. سؤالي، ممكن نعرف السيناريو المقترح من قبل الفريق لإجلاء المواطنين الموجودين في إيران؟ كيف يتم هذا السيناريو؟ لأنه عددهم كبير جدا وبالتالي هناك خطوات وجهود وفرق. السؤال الثاني، في حالة وجود أي حالة اشتباه، ما هو السيناريو اللي يقوم به الفريق الطبي لهذه الحالة؟ يعني حابين نعرف خطواتكم. نعم. شكرا لكم. الله يسلمك. فعلا يعني احنا حتى هذا السيناريو عملناه قبل ما يصير في أرض الواقع عشان تذكرون من بدايات ما تكلمنا عنه. نعم عملنا السيناريو، عندنا تقريبا أكثر من سيناريو بس اللي اتفق علينا، بس ما بعطيش تفاصيل الكاملة عليه لأن هذه لازم إحنا أنا أكدم مع الجهات المختصة، ولكن نعم سوف يتم يعني عزل الأشخاص اللي جايين من إيران في مكان محدد ويتم فحصهم، وعلى حسب النتيجة زين إذا كانت نتيجة سالبة فبيروحون إلى الحجر الصحي وعندنا أماكن مخصوصة لهم، وإذا كانت الحالة إيجابية بينقسمون إلى قسمين، إذا كان القسم إنه هو سليم يعني حالة مؤكدة حالة إيجابية مؤكدة لكن ما عنده أعراض بيروح مكان معين، وإذا كان حالة إيجابية مؤكدة وعنده عوارض بيروح مكان خاص، وعندنا الطاقة الاستيعابية الحمد لله للعدد اللي بتجي، فهذه إجابتي حق على سؤالك. نعم. شلون تتحرك؟ بنسوي نفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا عليها حاليا، اذا عندنا حالة اشتباه زين عندنا القدرة اللي معرفة هذا الشخص بطرقنا الخاصة زين، عندنا القدرة الاستيعابية لعمل الفحص، وعندنا القدرة الاستيعابية من ما شاء الله الصحة العامة لمعرفة المخالطين، فهذه يعني اتوقع الايام السابقة اثبتت قدرتنا على حصرهم. نعم. سؤال اخر تفضل. جمال الياقوت من صحيفة الجزيرة السعودية، عضو هيئة الصحفيين السعوديين. احنا طبعا نشكركم، ولكن بعد نشكر الأخ علي يعني له جهود معينة، واليوم أعطى الأسئلة والأولوية للعنصر النسائي، يبدو أنه تضامنا مع اليوم العالمي للنساء. يستاهلون. صحيح. يعني بعد نشكرك مرة ثانية. واجب عليك. دكتور مناف، أنت في بداية المؤتمر يعني شبه أنه محاضرة تثقيفية أدت إلى المنفعة وتعود المنفعة على المجتمع،
وذكرت أن التركيز على غسل الأيادي أو اليد لابد تكرار ولا آخر أو شيء من ذي النوع، ولكن الحديث الآن في المجتمع يدور على كثرة استخدام الكمامات. هل هذه يعني صحيا؟ هل تنصحون في استخدام الكمامات؟ هذا السؤال. السؤال الآخر، طبعا ذكرت أن مملكة البحرين وبتوجيهات القيادة الحكيمة حفظهم الله أن المعايير صفر، اللي هو بالنسبة للتصدي أو انتشار المحلي مرض الكورونا، إلا أن نرى هناك انعكاسات في ذلك مما أدى إلى شل الحركة في جسر الملك فهد، شبه إغلاق الجسر. هل توصلت إلى تنسيق متكامل؟ خاصة الفتح صار للمسارات، مسارات الشاحنات، الجسر يشهد في عبور الإسعافات، والإسعافات ليست مصنفة من الشاحنات، وأنتم في حاجة إلى تنقل الإسعافات، خاصة الأيام السابقة كانت الإسعافات تتنقل. فأودنا نعرف هل ستتوصلون إلى يعني نقطة معينة مفيدة؟ إلى متى بيكون هذا الإقلاق لجسر الملك فهد؟ شكرا. بخصوص أول سؤال، ما أستاذ الفاضل، إحنا تكلمنا في أكثر من مرة، وضع الكمام للشخص الغير مصاب خاطئ لعدة أسباب. أول شيء يعطيك شعور خاطئ بأنك أنت مؤمن من الفيروس، وهي خاطئ، لأن المشكلة الفيروس انتشار عن طريق لمس الوجه باليد، فأنت كل ما تخلي الكمام بتغيره، بتشيله، بتحركه، فمعناته نسبة الملامسة أو احتكاك الإيد بالفم والأنف كثيرة. فلبس الكمام للأشخاص الأصحاء لا ننصح به، وبالعكس لا، النتائج تكون سلبية. واضح؟ القرار قلق الجسر هي قرار سيادي لم تتخذه مملكة البحرين، اتخذته المملكة العربية السعودية، ونحن نحترم هالشيء. لكل دولة لها إجراءاتها الخاصة، إذا هي ارتأت أن هذا هو الإجراء المناسب للحفاظ على أمن وسلامة أخوان في المملكة العربية السعودية، فنحن نحترم هالشيء. فهو ليس قرار مملكة البحرين، فأنا ما أقدر أجاوبك عليه هل هو قرارنا، لأنه هو قرار غير صادر من عندنا. بس أتوقع لكل دولة لها الـ يعني الحرية فيما تراه مناسب، وهم دائما الإخوان السعوديين ما يقصرون، يعني إذا في الحاجة إنسانية أو في حاجة، إحنا شفنا أنه في حالات يعني استثنوها عن هاي الشيء. نعم. سؤال آخر، الميكروفون وين راح؟ من عند الميكروفون، أعطوه لأسمك. واحد هناك عند غازي أو تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسر عبد الله، غلط الهلال. بإذن الدكتور، بخصوص الزيارات والقادمين لمملكة البحرين لغير البحرينيين أو البحرينيين، يعني هل هنالك إحضار شهادات طبية بالنسبة للدول المعلنة أو الغير معلنة بهذا الوباء؟ نعم. يعني الآن الوباء ينتشر على كافة العالم. نعم. ما نقدر نسمي دولة بعينها. صحيح. ده واحد. الثاني، هل هنالك تفعيل يعني بالنسبة للصحة المنزلية كما ذكرت في بداية حديثك؟ نعم. الثقافة الصحية، يعني نعم. مملكة البحرين يعني ما شاء الله يعني متقدمة ومتحضرة في هذا المجال. نعم. بس التسكير قد يعني حد من انتشار الفيروس. صحيح. مشكور. تمام. أول سؤال نسيته كان بخصوص الشهادات الطبية. نعم. إحنا هذه حتى درسناه مع أخواننا في المملكة العربية السعودية، علشان نخفف الضغط علينا، وعلشان حتى نخفف على ضغط المسافرين، إحنا قلنا إذا الشخص بيجيب معه شهادة تبين خلال 24 ساعة من خروجه من البلد أنه هو معافى أو غير مصاب بالفيروس، خلاص يعني الإجراءات بتكون الطبيعية. لكن على أي مختبر بنعتمد عنه؟ هذه هي الدراسة الموضوع، حتى مع أخواننا المملكة العربية السعودية سألناهم وتبحثنا معهم، لكن ممكن يجيب لنا رسالة رسمية معترف فيها أنه لو هو فعلا خالي من الفيروس من البلد اللي طالع منه خلال 14 يوم، وخلال تكون 24 ساعة الفاليديتي، ما عندنا إشكالية إن إحنا ندخله. إذا ما عنده بيطبق عليه الإجراءات اللي موجودة الحالية. السؤال الثاني كان ثقافة. الثقافة المنزلية. تكلم فيها. هو الشخص موجود معنا، بروفيسور جون أشتون، تكلمنا اليوم معه بخصوص التجربة هذه. هي تجربة تكون فريدة من نوعها،
صراحة، بس يبي لها شغل وايد، يبي لها ثقافة عالية إن نتأكد فعلا الشخص بلازم المنزل. يعني إذا حنقول يلازم المنزل يعني ما يروح المسجد ويصلي، إذا نقول يلازم المنزل ما يروح مثلا سوبر ماركت ويشتري أغراض. هل هذه فعلا أنا أقدر أقول لك اليوم إخوان المواطنين يقدرون يسوونها؟ تحتاج ثقافة صراحة، ودرسناها. أنا لا أرى في الوقت الحالي إنها مناسبة إلى أن أطمئن أن هناك ثقافة. إحنا حتى قلنا كان عندنا أفكار الله يسلمك إن نستخدم أفراد المجتمع المجالس في 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 نشر هذه الثقافة. يعني بندخل أخوان في المجتمع إنهم هم يكونون our voice، هم يكونون صوتنا. إذا حسينا متى الوقت مناسب ثق تماما، البروتوكول موجود، لكن متى بنفعلها لما حسينا إن المجتمع متقبل حق 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 هاي الثقافة. نعم. قبل ما نختم دكتورة جميلة، إذا عندك أي إضافة أخيرة؟ بس ككلمة أخيرة أريد أكد الموضوع. أعتقد وجودكم، نشكر وجودكم معنا اليوم، وأعتقدكم كوسيلة جدا جدا مهمة لنقل هذه المعلومات الأساسية، بالذات في اتباع الإجراءات الاحترازية اللي مملكة البحرين تقومها، والتركيز على موضوع العزل المنزلي والحجر المنزلي بتفاصيله على أساس نوصل هذه النتائج اللي وصلنا إليها في مملكة البحرين. أنا عندي خبر سعيد أقوله إذا سمحت لي. إحنا سمعنا عن 6 اللي طلعوا للتعافوا، إن شاء الله في الساعات القادمة 4 زيادة بيطلعون متعافين نتائج سليمة. الخبر الأحلى بعد إن مجموع الكلي إن طلعوا 38 شخص من الحجر الصحي خلال الأيام السابقة، في إن شاء الله 30 اليوم بيطلعون، في يعطينا المجموع الكلي 68. فمعنات الحمد لله الأشخاص اللي حجرنا عليهم طلعوا سليمين، ما في نسبة اختلاط أو إصابات. الأشخاص المنومين الحمد لله تعافوا وطلعوا. وإذا بس أختم في كلمة، أنا أتمنى إن شاء الله يوم الأيام جهودنا هذه المشتركة من جميع الفئات، من جميع سواء كانت عسكرية مدنية شعبية، أنا إن شاء الله أتمنى توثق في فيلم، لأن صراحة الجهد اللي صار خلال الأسابيع الماضية يعني أتمنى يعني عيالي وأحفادنا يشوفونها، أتمنى يشوفون الحجر الصحي اللي صار، أتمنى يشوفون جزيرة سترة اللي بتصير. جهود جبارة صراحة، والله الواحد لو يشوفها صراحة يفخر أن ينتمي لهذه البلد. فيا جماعة الأمور جدا ممتازة في مملكة البحرين. وفي كلمة أخيرة أخوي علي، أنا دائما يعني أحد السفراء قال لي إياها، قال لي أنا يعني أحس بأمان أكثر في وجودي ووجود عائلتي في مملكة البحرين إذا كنت موجود في بلدي. أتوقع هذه الشهادة نعتز إحنا فيها، ودائما البحرين معروفة إن هي الويلكمينج على قولتهم، هي السباقة في استقبال أي شعوب العالم، وإحنا ما عندنا أي مشكلة في استقبال أي حالة أي شعوب، ولا عندنا العادة إن إحنا نقول هذا شعب موبوء أو طائفة موبوءة. إحنا أهلنا ربونا على عاداتنا وتقاليدنا اللي هي التسامح والمحبة، وبنصر عليها إن شاء الله. الحمد لله. شكرا لك دكتور مناف القحطاني، شكرا أيضا إلى الدكتورة جميلة السلمان، شاكرين حضوركم، شاكرين ما تفضلتوا فيه من أسئلة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.